الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا الدكتور فاتح سراج الدين من تورونتو كندا. جاءني العديد من الأسئلة بناء على الفيديو العربي والإنجليزي الذي وضعتهم بشأن الفيروس كورونا. من الأسئلة التي جاءتني جاء سؤال: هل تقطر الحرارة الفيروس؟ نعم، الحرارة تقتل الفيروس، لكن تحتاج إلى وقت، وهذا الوقت إذا كان في الماء يحتاج إلى من ربع ساعة تقريبا حتى تستطيع الحرارة أن تعدل البروتين الموجود داخل الفيروس بحيث يحدث له كما يحدث للبيض عندما نسلقه، بيسميها denaturation of the protein، أو يتحطم الانفلوب تبع البروتين تبع الفيروس. فالماء ضروري لكن لفترة طويلة. التعرض المباشر للنار قد يكون مشكلة، يعني لا أعرف كيف الناس سيعرضوا مثلا جدار ولا لباس. بعض الناس اقترحوا استعمال السشوار، عندما تعود إلى البيت تستعمل السشوار. طبعا هذا يعني لو استعملته لثلاث ساعات ما حيمشي الحال، لأن الحرارة ما هي متتابعة، وكلما مريت من فوق منطقة وبردت راح مفعولها. أما عندما يدخل الفيروس إلى الجسم وهو يرفع الحرارة بوجود نسبة عالية من الأشياء التي يحتاجها كالرطوبة والتغذية، فالأمر أصبح شيء آخر. الفيروس لما يدخل على الجسم من الضروري أن يدخل ويقعد في الحلق. كل فيروس في الدنيا له مكان يلتزم إليه. الفيروس الذي يسبب مرض الشلل لما يدخل إلى الجسم لا يتوقف عند أي جهاز أو أي مكان إلا عندما يصل إلى الجهاز العصبي. فهذا الفيروس الذي نحن بصدده، فيروس كورونا، يتوقف في الحلق لكي يتكاثر، لكي يشكل نسبة عالية قبل أن يدخل إلى الجسم، قبل أن يتعرض إلى مناعة الجسم. فالفكرة من وجوده في الحلق هو التكاثر. إذن حتى نسيطر عليه أو نقلل من فعاليته فيجب علينا أن نتغرغر. في بلادنا العربية قد يكون الأمر ضروري أن يستعمل الناس ليمون، لكن يمكن استعمال أيضا هيدروجين بيروكسيد 6%. وكل اللي عليه الإنسان، طبعا لا أستطيع أن أصف على القانون، يمنعني أن أصف وصفة عامة للناس، يجب أن تكون مخصصة لشخص محدد. إذن فليبحث الناس كيف نستطيع أن نتغرغر بهيدروجين بيروكسيد. طبعا يوجد أشياء أخرى، يوجد عندنا في العيادة نستعمل أسيتيل سيستين سولوشن. هاي الأسيتيل سيستين سولوشن تأخذ كمان منها 1 ملي تحطه في ماء نيبولايزر اللي هي بخار، وتضعه بكمامة وتستعمله. هذا نوع جدا جيد لعلاج مثل هذه الأمراض، أو على الأقل حتى يفتح الصدر ويفتح التنفس ويخفف المشكلة على الناس. سألني بعض الناس عن المكسرات والخبز والفواكه، الأشياء المتعرضة إلى المعرضة إلى الجو. لا أظن أن فيها أي شيء، وأظن إذا الفيروس وقع على شيء مالح جدا، أظن المادة الملحية سوف تسحب الماء من داخل الفيروس، وأظن هذا سيجعله يموت. جاءني سؤال: كم المدة التي نضع الصابون على أيدينا حتى يزول الفيروس؟ وضع الصابون على الأيدي يشكل بيئة غير مناسبة لمعيشة الفيروس وتؤدي إلى موته. يعني بأي طريقة؟ بطريقة الألكالين. الصابون ألكالين، فلما أنت بتصوب إيديك بتسبب تشكل هذه البيئة التي لا تتناسب مع الفيروس.
الفيروس يحتاج إلى بيئة يعيش فيها، واليدين لها مانع قوي جدا يمنع الفيروس من الدخول إلى الجسم. إذن حتى نقتله يجب أن نضع الصابون على الأيدي مع ماء ساخن على فترة 40 ثانية وتفرك اليدين بشكل جيد. لكن الذي يعود إلى البيت يجب أن يصوب يديه ووجهه كاملا، حتى إذا كان في شيء فيروس مثلا على الوجه. وداخل البيت عموما الدراسات تقول أن الإنسان يلمس وجهه في اليوم 200-300 مرة. فأنت في البيت بعد غسلت يديك وتطهرت، ليس تطهرت لكن أزلت ما يمكن أن يكون فيروس. بعد وضعت يدك على وجهك ونقلت الفيروس إلى يدك، ثم نقلته إلى أكلك أو إلى فمك. فيجب صوبنت اليدين وصوبنت الوجه. and شيء ضروري جدا 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 هو مصوب التليفون. التليفون جوال عليه نسبة عالية من البكتيريا والفيروسات، قد لا تكون كورونا، لكن هي بلا شك فيروسات لا تتناسبك في البيت، لكي تترك يديك نظيفات. ثم مفاتيح السيارة، هذه الأشياء ضد جدا جدا ضروري، يجب أن تغسل غسلا كاملا. يعني أنا أقول للناس الذي يدخل على البيت لا تلمس ولا شيء في البيت، ادخل أنت وتليفونك ومفاتيح سيارتك إلى الحمام وصوب وجهك والأشياء، حتى يعني يتحقق أكبر قدر من إزالة الفيروسات إن كان هناك فيروس موجود. جاني سؤال، كم من المدة يبقى الفيروس على الملابس وسطح الموبايل والورق وأكياس البلاستيك من السوبر ماركت؟ جاء الناس الآن هذا يقول ربع ساعة وهذا يقول نص ساعة، وهذا قرأت بعض الدراسات التي تقول أنه قد يبقى على السطح الأملس فترة أطول، وعلى السطح الأملس والذي رطب والرطب كمان يعيش أطول. أما إذا بقي هذا الفيروس على سطح أملس وحرارة مناسبة ورطوبة متناسبة، أنا أظن أنه يعيش فترة طويلة، لن يتكاثر، هذه مهمة، ليس كالبكتيريا، لن يتكاثر على هذا السطح، سينتظر حتى يدخل إلى الحلق ويبدأ يتكاثر داخل الحلق ويبني من viral latency حتى يقدر يقوي وجوده، بعدين يدخل ويقابل المناعة. فأنا يعني خارج البيت الأفضل أني أنا ما أضع يدي في فمي. لا تلمس كل سطح تقف بجانبه. يعني أنت ستسأل من وقف هنا، وهل يوجد فيروس وهل لا يوجد فيروس، ما يهمني إن كان الفيروس، أنا لا ألمس أي شيء. التعقيم المنزلي لا يوجد بديل عن الليمون، السعر غالي. يعني لما الإنسان يمرض هل يعود سعر الليمون أو غيره له علاقة؟ اليوم وقف الأمر على حياة أو موت. يعني أفضل أن الناس تستعمل الليمون العصير وقشر الليمون أن يعصروه أن يبشروه ويستعملوه. إن لم تستطيعوا استعملوا هيدروجين بيروكسيد، هيدروجين بيروكسيد جدا فعال في التنظيف. في كمان شيء يمكن الغرغرة بها اسمه ليسترين نون الكحول، ليسترين بدون الكحول، أنا أستعمله عوضا عن معجون الأسنان، وأظن أنه فعال جدا 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 جدا. ماذا عن مغلي السوس والزنجبيل للمناعة يوميا؟ لو كان هذا الأمر الناس اللي يستعملون الزنجبيل ويتكلمون على أشياء طبيعية، وأنا طبيب بالطب البديل أنا أؤيد هذه الأشياء، لكن ليس اليوم. اليوم الأمر لازم يكون على مستوى عالي جدا من الحماية. لما لم يكن عندنا بليغ، لما لم يكن عندنا هذا الأمر،
كان يمكن أن تأخذ زنجبيل وتقوى مناعتك، لكن البناء الزنجبيل لن يجعل مناعة قوية بين ليلة وضحاها، هذا سيطول فترة طويلة جدا جدا. اليوم يميل الناس على ثلاث عدة أشياء وأذكرها بالترتيب: الأوزون، بالماء، بالدم، أو تحت الجلد. الأوزون بالماء يعني يخلط الأوزون مع الماء لفترة ربع ساعة ويشرب طوال اليوم، هذا يقتل الفيروس ويقتل كل شيء، يعني يستعمل لعلاج الفيروسات ويستعمل لعلاج السرطان أيضا. الملكة في إنجلترا تستعمل الأوزون في الدم، وتستعمله من سنوات بعيدة جدا. أنا لما كنت أسافر إلى الوطن العربي لعلاج بعض المسؤولين كانوا يطلبوا مني عينا العلاج التي تستعمله الملكة. فإذا هذا علاج فعال وقوي وجدا جدا جدا مناسب. الشيء الآخر هو هيدروجين بيروكسيد. هيدروجين بيروكسيد جيد للعلاج، جيد للغرغرة، جيد للجروح، جيد للوقاية والعلاج من الفيروس. باقي عندنا آخر شيء هو الفيتامين سي. لما كان الفيروس منتشر في الصين استعمل الصينيين علاج فيتامين سي، ويبدو أن العلاج أنقذ الكثير من الناس. طبعا قبل ما أعمل هذا العلاج يجب أن أفحص الجسم في الشيء اسمه G6PD بالدم. هذا الرقم هذا يساعدني على أن أعرف كم سأعطي هذا المريض من فيتامين سي، هل يتحمل أن يأخذ نسبة أو لا يتحمل، وأضيف عليه هذا هيدروكلوريك أسيد. هيدروكلوريك أسيد في الدم يرفع نسبة الكريات البيض في الدم. وأيضا أضيف دواء اسمه لايسين. اللايسين هو أمينو أسيد، هذا هو فيه أنتي فيرال بروبرتي. فنستعمل هدول كلهم مع كلسو ماجنيزيوم وبيكربونات وزنك وB1 وB2 وB3 وB5 B6 وB12، ومنستعمل جلوتاثيون، ومنستعمل كتير من المواد في هالمغذي ونعطيه للمريض. من يوم ما بدأ الفيروس لليوم أنا شفت الناس مقبلين على المغذيات والفيتامين سي بشكل عالي جدا. وطبعا يعني أي إنسان إن كان في الوطن العربي ولا في أوروبا ولا عنا في كندا وأمريكا، كل إنسان بيروح عند طبيب الطب البديل بيقدر يسوي لك هذا العلاج، بيطول حوالي ساعة ساعة ونص حسب يعني الباج اللي الكيس اللي بيركبوه، والإنسان بيصير عنده مناعة جدا قوية. إذا هاد وبعدين في الفيتامين سي اللي هو عن طريق الفم اللي اسمه لايبوزومال فيتامين سي، وكمان في لايبوزومال جلوتاثيون. هدول اثنين بيجوا مع بعض للوقاية وللعلاج، ويجب على الناس أن أخذهم مع بعض بنسب. الجلوتاثيون يأخذ حبة في اليوم، بينما الفيتامين سي يمكن أن يأخذ الإنسان 4 أو 5 علاجات في اليوم. بعدين الغرغرة، إذا قلنا الغرغرة بماء الليمون الأفضل هو الهيدروجين بيروكسيد. الوقاية هي أن لا تلمس فمك ولا تلمس أنفك ولا تلمس عيونك، وإذا كنت في الشارع لا تلمس يعني لا تلمس أي شيء لا علاقة لك به في هذه الفترة. أنا كتبت مقالة من فترة 15 أو 20 سنة عن الشنط التي تحملها النساء. قام أحد المخابر في أمريكا وطلب من النساء أن يجيبوا لهم حقائبهم،
فالمخبر أخذ عينات من هذا من أسفل الشنطة. والله يعني أنا قرأت التقرير وكنت لا أصدق. هلأ شو بتعمل النساء عموما لما بيدخلوا على البيت؟ بيصلحوا أوعيتهم، بياخذوا شنطتهم، وين بيحطوها؟ بيحطوها على سفرة الأكل عموما، هذا متعارف عليه، وخاصة هون في كندا، لأنه سفرة الأكل عموما بتكون في المطبخ، والمرأة بتدخل وأول شيء بتحط شنطتها على الطاولة. المخبر اكتشف أن في كل شنطة عدد ضخم جدا من الفيروسات ومن البكتيريا ومن المواد التي لا تريد أن تسمع باسمها طول حياتك. إضافة على ذلك وجدوا أن بعض الشنطات عليهم براز إنسان، وتساءلوا من أين يأتي هذا؟ أن بعض النساء لما تدخل الدورات المياه العامة في في البلد مثلا في المال ولا ما إليه، فبتدخل ومع شنطتها في إيدها، بتطلع وين بدها تحط شنطتها، ما في بعض الأماكن ما في شيء يعلق عليه، فبتحطها على الأرض. ومن هنا بيجي هالمشاكل وهالأوساخ اللي النساء اللي قد لا نراها بالعين المجردة. فأنا كتبتها وحطيتها في أحد كتبي اللي بعطيها للمرضى، يعني الناس أو وقت يرجعوا يراجعوني أول شغل يجيبوا لي القصة هي، يقولوا مو معقولة عم نسمعه. لكن أنا عموما بهيك حالات دائما أرفق المقالة وأرفق معها التقارير اللي أجت من المخابر مع أسماء المخابر ومراجعها وما إليه. هلأ بدي أقول أهلنا لأخواتنا ونسائنا أني لما تدخلي على الحمام لا تحطي شنطتك على الأرض. في شفت بكندا مخترعين شيء على شكل حرف الإس، لكن يعني صار شكل إس، فكل مرأة عندها لا صار عندها وحدة، فهي بتشيلها بتحط فيها شنطتها وبتعلقها على الباب بالدور دورات المياه العامة. هذا جدا ضروري. فالوقاية اني اي انسان بيجي لعندك من برات البيت هو potential، هو يمكن يكون حامل للفيروس. اذا بدون اي خجل ولا زعل ولا اي شيء تطلب الانسان يصوب ايديه ويصوب وجهه، ويكون حريص جدا يترك الجاكيت تبعه عند الباب ويترك حذائه عند الباب. سبل تحريك الدورة الدموية بالنسبة للكبار السن الذين لا يستطيعون عمل رياضة، يعني أي عمل داخل البيت، أي مشودة على البريفري أو على المحيط تبع البيت ولو كان بسيط، لكن أفضل من الإنسان يقعد وما يمشي. في سؤال عن التعقيم بخ أم مسح، يعني أنا ما أشوف فيها أي فرق، لعل البخ يصل إلى مناطق أطوى أبعد فيمكن البخ يكون أفضل. جاءني سؤال من ناس ما رأيي بكولويدال سيلفر. كولويدال سيلفر هي مستحضرات الفضة التي كان يستعملها الناس في الأوائل القرن الماضي، يعني في 1900 وحتى ما اكتشفوا المضاد الحيوي بالأربعينات كانوا يستعملوا شيء اسمه كولويدال سيلفر. هي جدا فعالة، كانت يستعملوها بشكل شديد، لكن هلأ بوجود أشياء أقوى منها وأعلى منها يجب على الناس أن يبتعدوا عن الكولويدال سيلفر. ليش؟ لأنه فيها معادن ثقيلة بس دخلت على الجسم لا تخرج إلا عن طريق مغذي اسمه الكيليشن حتى يخرج المعادن الثقيلة، وإذا بقيت في الجسم تترسب على الأوعية الدموية في المخ وفي القلب وما إليه، وقد تؤدي إلى مشاكل شديدة جدا. أنا لما أغسل يدي أستعمل ماء ساخن جدا جدا، وأستعمل صابون وأفرك يدي، يعني أنا بحياتي ما غسلت إيدي بهالشكل هذا، يعني حتى صرت هلأ وأنا إذا بدي أفكر بقوم بغسل يدي. في نقطة أخرى، أني الفيروسات أو في دراسة الفيرولوجي أو عموما الفيروسات، ما عم نحكي على الفيروس تبع الكورونا، لكن عموما الفيروسات لما بيكونوا في منطقة مثلا بالفم وبيطيروا من على الفم وبيقعوا على الأرض، بعد فترة بتتبخر السلايفا
اللعاب من حوالين الفيروس ويبدأ بيجف المنطقة. لما بيصير هالشيء الفيروسات عامة تشكل حولها نوع من الكبسولة وبتحيز تبقى بهالكبسولة سنوات. بعد هاي السنوات لو تعرض إلى ماء أو تعرض إلى رطوبة أو تعرض إلى شيء قد يعيش. هل أنا دورت بالأسئلة بالكمبيوتر أني هل الفيروس الكورونا درسوا عليه هالشيء؟ لأنه هلأ بعد فترة حينتهي يقولوا انتهى الكورونا وخلص انتهى الأمر كله. طيب إذا انتهى الأمر يا ترى بعد سنتين أنا حط إيدي على فيروس جاف وبطريقة ما يوصل لتمي، هل سيعيش هذا الفيروس ويسبب لي مشكلة؟ فهذا الشيء يعني أنا شاغل بالي وما أعرف إني شو حيكون الجواب اللي إله. الحمد لله وإن الله أكرمني قدرت أرد على أسئلتكم. إذا في أسئلة أخرى أتمنى أن تتصلوا بي أو تبعثوا لي رسالة على الإيميل الموجود أسفل الشاشة. السلام عليكم وأسأل الله لكم الصحة والسلامة والعافية والرضا.